السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. المهم فيديو جديد كيف كتشوفوا على القناه وفلوغ جديد. جبتكم واحد المكان اللي غزال، فايت لي مصوره من قبل في الصيف، ولكن صورت لكم اماكن اللي جميله. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير ويكون خفيف ظريف عليكم. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنقول للناس اللي دخلوا للقناه ديالي جداد يعني مشتركين جداد، مرحبا والف ألف مرحبا. كنرحب بكم في القناة ديالي اللي هي قناة صغيرة، ونتمنى أنها تكبر بكم إن شاء الله. كنشكركم على التشجيع ديالكم أكيد، وعلى الناس اللي كيخليو لي تعليق زوينة، فكنشكركم بزاف. المهم جيت لهاد البوتيك هذا اللي الاسم ديالو أكسسواريز، اللي بوتيك غزال، وقلت هكا نوريكم شنو فيه، وغير هكا واحد الجولة اللي خفيفة. فهاد البوتيك هذا كاين في أوروبا، كنظن كاين في أوروبا كاملة، لكن في المغرب ما متاكداش، ما عرفتش واش كاين في موروكو مول، ما عرفتش واش كاين في الرباط سنتر. اللي عنده شي فكره يقول لي. المهم كانوا دايرين 30% تخفيض في لي زاكسيسوار، في لي روب، وفي بعض الحقائب، وكذلك في البانطوفات. كان واحد البرومو اللي زوينا، فانا جيت لهنا وقلت ندير لكم واحد الدويره هكا تشوفوا الاشياء اللي عندهم. فانا كيجيني هذا المحل هذا كيوت، كيجيني داكشي اللي كيبيعوا زوين بزاف. وكانوا دايرين كذلك كيف كتشوفوا هنايا في لي زاكسيسوار، الا خديتي ثلاثه كتخلصي 149 كرونة، هي 150 درهم مغربيه. المهم فاش خرجت كيف كتشوفوا، صراحه بلاصه زوينه بزاف، ما بغيتش نبخل عليكم، حتى نتوما بغيتكم تساروا معايا وتشوفوا معايا. هاد البلاصه كتعجبني بزاف بزاف، كاين محلات اللي راقيه، محلات اللي زوينه بزاف، فنخليكم تشوفوا شويه ونرجع لكم. البنات دخلت الاش ام هوم اللي جايبين معنات شهوه منهم، كل شيء غزال، وقلت نصور لكم تشوفوا الجديد اللي عندهم، لكن خساره ما كانوش دايرين بروموسيون.
والله ما كناش دايرين الصراحه شي برومو، عجبوني داك الطويصلات اللي فيهم البيض الدوغي كيحمقوا اللي شفتو معايا، غزالين لكن غاليين، سيرتو الا بغيت ناخد 12 يعني 6 من هذوك اللي كبارين شويه، والسته اللي هذوك اللي صغارين اللي كيكونوا فوق منهم غايتقاموا غاليين، ما زعمتش الصراحه. مهم داكشي غزال، نخليكم تشوفوا، ما نكترش عليكم في الهضره وغادي نرجع لكم. البنات من بعد ما سليت من المحلات، ما بغيتش الفيديو يكون كله محلات، فبغيت نمتع لكم العيونات ديالكم بهاد المناظر الغزاله والغروب. البنات ما نكذبش عليكم، واحد المنظر غزال بزاف. انا ما كرهتش نجلس ونبقى انفص مع البحر ونشوف هاد الباخرات اللي كاينين هنايا والغروب، الصراحه منظر غزال. هاد البلاصه هادي الاسم ديالها اكر بريغا، كنت جيت صورتها معاكم قبل، ما كان جميل بزاف صراحه. يستاهل ان الواحد يجي ويزوره ويشوف، لانه زوين بزاف، لا التصاور لا الفيديوهات لا يعني الكل شيء، والواحد كيمتع العوينات ديالو وكيخرج يعني واحد الهواء ما نقول لكم شحال نقي، وبلاصه غزاله الصراحه. فنخليكم تستمتعوا بهذه المناظر هذه ونرجع لكم.
البنات هنا كنا غادي نرجعوا غادي نمشيو نتعشاو. المهم هذا المكان هذا اللي وريتكم نتمنى انه يكون عجبكم ويكون هذا الفلوغ هذا حتى هو عجبكم. فكنا راجعين للسنتروم دزنا باش نتعشاو، اكيد كنقلبوا على مطعم اللي كيكون عنده اكل حلال ولحم حلال اكيد. فدزنا لواحد المطعم اللي هو عربي كاين في السونتر اللي ما شاء الله الاكل ديالو نقي و اللذة ما نقول لكمش. فدزنا نتعشاو لانه غادي نمشيو، كانت الساعة 7 هكاك ديال العشية، فقلنا نتعشاو وعاد نمشيو للدار. المهم عنده كيف كتشوفوا داكشي نقي، وعندهم حتى البقلاوة هكا كيف كتشوفوا. بالنسبة لينا حنايا فكيف كتشوفوا دوموندينا هنايا، انا خديت الكباب اللي كيعجبني وكنحمق عليه، وراجلي خدا هاد الصحن هذا ديال الرز مع اللحم والفاصوليا والخبز ديالهم اكيد، وبنتي خدات الدجاج مع البونفري. فولدي كياكل معنا كاملين كينقب مسكين. فالمهم نتمنى انكم تكونوا شفتوا لا فيديو من الاول حتى الاخير، ويكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا فيه. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، والقاكم فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.